السلام عليكم متابعين ومتابعات قناتنا نانا شوبينغ اكادير، مرحبا بكم من جديد. فيديو جديد اليوم هنكتشفوا مروه جديده. خليكم مع السينيماتيك ديال مروه ونرجع لكم. نتمنى تخليو ليا في لي كومونتير كي جاتكم مروه جديده. صراحه شي حاجه زوينه وعجبتني لانها كبيره وحتى البلاصه السياج كبير، يعني كاين اتساع فيها. واهم حاجه عجبتني هما كاين لو شوا. خليكم تكتشفوا هذا الشيء كلشي ان شاء الله في الفيديو. حاولت نبين لكم لي زارتيكل حاجه بحاجه، واكيد العروض اللي فيها غادي يعجبوكم. واول حاجه عجبتني الكسيوات البنات، فيها كسيوات زوينين، وان شاء الله هادشي غنبارطاجي معكم شنو شريت منها في قناتي الثانيه ان شاء الله. وحاجه زوينه البنات، المهم كلشي زوين عندهم. هاد الكسيوه من الحاجات اللي عجبوني، التوب ديالهم، الالوان اللي لاعبين عليها. المهم راكم عارفين مروه احسن حاجه فيها عاوتاني هما لي طاي الكبار، يعني مروه كتبازي على لي طاي الكبار باش كلشي يلبس، الصغير يلبس والكبير يلبس، حتى واحد ما يبقاش فيه الحال. هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، ولا كانت عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليوا لي تشجيع فيكم في لي كومونتير، وقولوا لي كي جاتكم هاد مروه جديده، مروه ديال الادرار، واش عجبتكم ولا لا. وشنو غنقول لكم باقي، ما تنساوش تزوروني في قناتي الجديده اللي هي بوزيتيفيتي ويد نانا. نبغي كلشي يمشي عندي تما ويتابونا الا مازال ما تابونيتوش، كذلك في الانستغرام كنكون تما بزاف في الانستغرام، وغنشارك معكم هميزات ونشارك معكم لي زارتيكل اخرين زوينين. فقط كونوا في الموعد، وشكرا للمتابعه ديالكم والتشجيع ديالكم المتواصل. وبلا ما نطول عليكم في الهضره، نخليكم تشوفوا لي زارتيكل على خاطر خاطركم، وخدي لكم موسيقى حتى الفيديو الماجي ان شاء الله.